معنا اتصال محمد من أبها. نعم أبو محمد. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم، كيف حالك يا شيخ؟ طيب. نعم سؤالك يا شيخ. أنا نويتني أصوم يوم الاثنين ومسكتني نوم وما تصحرت، ودي أنا أكمل الصيام ولا الله يسعدك. طيب في سؤال آخر؟ سلامة قلبك، شكرا جزيلا. تسمع الآن إن شاء الله. سأل يا شيخ كما قال قبل قليل أنه يصام، أنه نوى يصوم يوم الاثنين ولكنه صام بدون تسحر، هل يكمل مثلا أو يتوقف؟ نعم لا بأس، السحور ما هو شرط لصحة الصيام. نعم. فإذا كان نوى الصيام من الليل إن كان هذا قضاء أو أداء لواجب فإنه لابد من النية قبل طلوع الفجر، أما إذا كان تطوع فإنه ينوي ولو بعد طلوع الفجر إذا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر. نعم.